السؤال نرجع من الاول، انه الكباستور التقويم ده او كونتاكت ليه بمعنى ادق، لو عزل ما بقاش يوصل، ما بقاش يوصل مين؟ كباستور التقويم. اكني بقول لك السؤال بطريقه ثانيه، اكني بقول لك افرض جبت كباستور التقويم رميته، كباستور التقويم اللي في الكباس ده مسكته رميته وسبت كباستور التشغيل، ايه اللي هيحصل؟ الاجابه ان الكباس هيقوم ويشتغل بكباستور التشغيل عادي خالص. يعني كباستور التقويم وحش زي قلته الناس هحطها منظر؟ لا، ده مهم وكويس كل حاجه، بس بيه من غيره الكباس هيقوم. انت كل مشكلتك كل الحكايه اللي بتحكيها عشان الثانيه بتاعه التقويم. لو الكباس صحته كويسه يعني لسه تمام والفولت 220 تمام من غير كباستور التقويم ولا في مشكله. كباستور التقويم بتبان مهمته قوي لو الكباس ابتدى يتعب، لو الفولت ابتدى يضعف يعني كده يعني. ماشي؟ كباستور التشغيل؟ لا، ما هو بس انا في نقطه مضايقاني في الكلام ده، في نقطه مضايقاني في الكلام ده، ان احنا بنخلط بين كباستور التشغيل والتقويم اكن هما الاثنين وظيفه واحده. ده وظيفته يشغل اسمه، ده وظيفته يشغل، ده وظيفته يقوم. فلو كباستور التشغيل ضعف، يعني انا رايي ما تجيبش حضرتك سيره كباستور التقويم خالص. كباستور التشغيل لو ضعف كلمني بقى على المشكله. المشكله ان الكباس هيسحب امبير اعلى ومع الوقت يبتدي يسخن ويفصل اوفرلود، او مال ده؟ امال الكباستور التقويم، الكباستور التقويم ده ثانيه وبيخرج ولا ايه؟ مش كده برضه؟ فيها مشاكل؟ ماشي؟ تمام؟ طيب مقاومة تسريب الشحنة لو موجودة، في ساعات موجودة وساعات لا على فكرة، خلينا لو موجودة، فايدتها اسمها حتى فايدتها تسريب الشحنة. لا، مش دي النقطة المهمة، النقطة المهمة ما تسيب الشحنة. يعني قول للطالب كده، قول له ما هو اللي حطها حطها ليه؟ ما تسيب الشحنة، مضايقك في إيه يعني؟ حد يعرف الإجابة؟ صح، إنه الشحنة لو شلت المقاومة دي الكباستور هيفضل فيه شحنه لما ايه؟ لما يفصل. مفيش مشكله، مفيش مشكله، بس هتفضل فيه شحنه لغايه امتى؟ لغايه ما يضل يوصل. في لما اي وقت يضل يوصل ساعتها الشحنه تتفرغ عن طريق الكونتاكت، فالكونتاكت يشرذ، فمع الزمن يلدع يتاكل يبوظ. اذا المقاومه دي، اجابه سؤال حضرتك، المقاومه دي هدفها تفريغ شحنه الكباستور، حمايه لكونتاكت الريلي، حمايه لكونتاكت الريلي. ماشي؟ تمام. فيها مشاكل؟ طيب يعني خلاصه الكلام، عشان طبعا انا عارف المحاضره دي تقيله على فكره وعلى الطالب بتبقى دمها تقيل قوي. ما هو خلاص احنا هنشتغل عن بس الخلاصه، عايزين يعني ايه ندمج الكلام كده ونقول خلاصته ايه. خلاصه الكلام ان اي كباس في اي جهاز تكييف او اي ثلاجه، المهم اي كباس فوق النص حصان شغال بايه؟ بكباستور تشغيل. او ايه؟ لا، مفيش او، لغايه دلوقتي كله كباستور تشغيل. طب عرفنا الكباس لما يجي يقوم بقى، لما يجي يقوم بيقوم ازاي؟ في اربع نظم. في كباس بيقوم بكباستور تشغيل بس من غير اي مساعده، وكباس بيقوم بكباستور التشغيل زائد مقاومه حراريه ريلي الكتروني، وكباس بيقوم بكباستور تشغيل زائد كباستور التقويم عن طريق الستارت كيت، وكباس بيقوم بكباستور التشغيل زائد كباستور التقويم عن طريق ريلي فولت. ماشي؟ الاختلافات دي كلها في اللحظه بتاعت التقويم. ماشي؟ يعني لو طالب بيقول لك او انت بتسال طالب بتقول له امتى الاقي كباستور التشغيل بس وامتى الاقي كباستور التشغيل وكباستور التقويم؟ لا، مفيش حاجه اسمها امتى. ده ممكن تلاقي كباس واحد حصان فيه اثنين كباستور، وكباس ثلاثة حصان في كباستور واحد، يعني فاهم الموضوع؟ موضوع فلوس. انت عندك نظام احسن من نظام، ليه ما بتعملش النظام الاحسن؟ اكيد عايز توفر، ما هيكون ايه تاني يعني. فاذا اي كباس يا ريت يكون بكباستور تشغيل زائد كباستور تقويم، يا ريت يعني، بس اللي عايز يوفر بيحط كباستور تشغيل بس. اللي حاصل في السوق حاليا ما نعرفش بكره هيحصل ايه، بقول لك على اللي حاصل دلوقتي، ان اغلبيه التكييفات بكباستور تشغيل بس. الطالب بيسمع الكلام ده بيتبسط. ليه؟ لان هو شايل هم الدايره الكبيره، يعني الدايره الاسهل كباستور تشغيل بس. الواقع فعلا ان التكييفات الجديده اغلبيتها كتوفير كباستور تشغيل بس، لان في تكه ما قلناهاش كويس نجات السيره نقولها. الكباس الدائري عزم تقويمه اقل من التوددي، مش محتاج عزم تقويم عالي. التوددي حركه البيستم حركه يعني تقيله، فالكباسات التوددية القديمه كانت محتاجه اكتر اثنين كباستور، بكباستور واحد شغاله. وعلى الترابيزه من شويه جربنا كباستور كباس توددي بكباستور تشغيل بس، يعني
عزم تقومه فعلا اعلى، فمحتاج كباستورين. الكباسات الجديده كلها تقريبا دائريه، فالكباس الدائري مش محتاج عزم تقوم عالي، فبالتالي غالبا المصنع بيستخسر ويحط له كباستور تشغيل. فاذا كان في كباس جديد لقيته باتنين كباستور او كباستور يعني وستارت كيت، فده تلاقيه في الخمسه حصان مثلا، في الاربعه حصان، الحاجات اللي هي تستاهل. انما الثلاثه حصان والاثنين والواحد وما شابه يعني يقول لك كفايه كباستور تشغيل يعني مش مستاهله يعني. انما طبعا يبقى كتر خيرك انت لو جبت كاستارت كيت وزودته. ماشي، معلش اخر نقطه، اعلى عزم تقوم في الاربع طرق دول تتخيل مين فيهم بعد ما فهمنا يعني؟ لا حددي حضرتك انهي واحد في الاربعه دول مين فيهم اعلى حاجه؟ رقم 3 رقم 4 طبعا اكيد، يا 3 4 يعني اخر حاجه. لا 4 لا اخر حاجه، ده اعلى عزم تقويم فيهم كلهم، ده اعلى عزم تقويم. طب ايه الفرق بين ده وده؟ في فرق مش عارف حد ياخد باله منه ولا لا. ما هنا في كباستور تقويم وهنا كباستور تقويم. طب ايه الفرق؟ الفرق ان الستارت كيت بتسخن بتفصل، الكباس لسه بيعكل ويقوم ملهاش دعوه، هي بتقعد لها ثانيه يعني تقريبا ثانيتين بالكثير وتسخن وتفصل. انما الريليه فولت الكباس بقى محتاج ثانيه محتاج ثلاثه، بيقعد موصل لغايه ما الكباس ياخد سرعته، فبيبقى عزمه اشد يعني. ماشي، فيها مشاكل؟ طيب المفروض دلوقتي بقى هننفذ الدايره دي عملي لوحدها، لسبب انه معايا حضرتك؟ ماشي، بص حضرتك الفكره ايه عشان نبقى مع بعض في الصوره. المفروض ان احنا بعد كده هنتكلم عن بقيه الاجزاء ونقفل الدايره كامله، فهننفذ دايره التكييف كامله. فلما تنفذ دايره التكييف كامله هيكون من ضمنها دايره الكباس، من ضمنها. بس الدايره دي بتبقى صعبه في الاول، يمكن حضراتكم عارفينها قبل كده، بس الطالب بالنسبه له بتبقى صعبه لسه واخدها وصعبه. فلما يجي ينفذ دايره التكييف كامله ومن ضمنها دايره كبيره زي دي بيتوه، فبيكون دلوقتي في نفس المحاضره دي تنفيذها لوحدها عملي في فايدتين. فايده ان هو لما يجي ينفذ تاني الدايره كامله يبقى جرب دايره الكباس قبل كده، فيجي يعملها تاني تبقى سهل عليه، فيركز بقى في دايره التكييف ما يتوهش. وفايده تانيه ان بيكون الكلام لسه متاخد نظري طازه، فلما تنفذ عملي في نفس الوقت بيبتدي يتثبت اكتر يعني. ماشي، هننفذ الدايره دي على اللوحه الاول، على اللوحه ازاي بقى؟ بص حاجه كده، تمام، عند حضرتك هنا طبعا في اجزاء كتير بس احنا هنستخدم الاجزاء اللي عايزينها. بس افكرك زي ما قلنا قبل كده ان طرفين الروزيتا الاول والاخير دول هناخدهم اكنهم مصدر التيار، مش كده؟ وده اللي هو ريليه فولت والارقام مكتوبه عليه، وطبعا الابيض ده اللي هو كباستور التشغيل، والاسود اللي هو كباستور التقويم. الكباس بقى كالعاده، وعملنا قبل كده الحكايه دي، الكباس هو كباس بيعدي علينا، فمؤقتا عشان حضرتك توصل اسلاك هتلاقي فيه روزيتا وهميه اهي، الروزيتا دي اكنها السي والعضوي لس اللي هي روزيتا الكباس، بحيث حضرتك تقفل الداده ما يبقاش فيها اسلاك في الهواء. ولما تخلص زي ما بنعمل يعني بتاخد الكباس وتنقل الاسلاك من الروزيتا اللي على اللوحه على روزيتا الكباس. ماشي؟ بيكون احسن للفهم للطالب دلوقتي، حضراتكم لو عايزين تعملوا كده ماشي، مش عايزين بلاش، بس للطالب بنجبره يعني انه لازم يعمل الدايره بكباستور واحد الاول وبعد كده ينقلها باثنين كباستور، ده بياكد الفهم قوي. هي الدايره بكباستور واحد مش مستاهله يعني. بص حضرتك يعني لما اجي اقول للطالب كده اعمل الدايره بكباستور واحد، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع اسلاك مش هاخد فيها دقيقتين، واظن ما بيغلطش يعني، غالبا ما بيغلطش فيها الا زي ما بقول لك، بس موضوع النيوترال تروح للكباستور ناحيه الارض مش ناحيه الاس. بس لما يعمل الدايره كده ويروح من غير ما انا براجع معاه، لان مش مستاهله مراجعه يعني، ويروح فككها وعامل الدايره الكامله، النقل من دي لدي بياكد الفهم احسن، بيخليه يفهمها اكتر يعني. ماشي، دلوقتي حضراتكم براحتكم، عايزين يعني اللي عايز رايي الصح انك تعمل دي وتفكها وتعمل دي، انما انا بالنسبه لي يعني هراجع مع حضرتك الدايره الكبيره دي برضه، اللي هيخلص يحط رقم اللوحه والنظام المعتاد يعني. فيها مشاكل؟ ثواني معلش، ثواني. نعم، بص الكباس اللي احنا جبنا عليه السي فوق والارض يمين نفس الرسمه، اللي عايز يجرب الكلام ده بايده يبقى جرب بايده، مفيش مانع يعني، بس مش لازم يعني. ماشي، في الحقيقة لازم، بس ده عشان عارفينه وخلاص. ماشي الكلام؟ فيها مشاكل؟
Thank you.